أحلى زاد لازل غيابك أوحشو تتنسى من الأخبار عليه مسيرة ساكت تنهشو أشوقنا وين ما وصلتو هانت سنين الود عليه ولا المشاغل نسته سألين عليك شوق العيون لولا نسمعو وانصتو لا شوق سرى لا شاف ورا لا من عيون نادت وسالين عليك كل العباد سالين عليك قمر السماء هل من جمالك فتنة إلهي رنوا النجوم شال من ملامحك نضرتهم إذهاد ما بين النجوم فطر الجمال طلتهم سألت ليه طال الغياب وين البناشك طلتهم سالين عليك كل العباد أجونا منك والمشوم يوم تسيرتك أحلى زاد لزل غيابك أوحشوم تتنسى من الأخبار عليه مسيرة ساكت تنعشوم سيرة ساكت تنعش. سعيدين جدا بوجودك معانا محمد حسني بكري. واحدة من الحياه الجميلة جدا احنا بنشوفها الفترة الأخيرة انه شباب كتير زيكم بيقوا بقدموا أعمال غنائية بطريقة جديدة ومبتكرة تكون قريبة كده للناس. أول حاجة صباح الخير. صباح النور يا كيف أحوالك؟ والله الحمد لله رب العالمين. كيف سعيدين بوجودك معانا اليوم في صباحات سودانية. دائما الحاجات تحت الاول شباب البيزي في الجيتار دي حياتهم بتبتدي من ما هم طلبه والناس بتتجمع حولهم وتتلف حولهم. انت بديت كيف؟ والله يا اخي انا بديت بالدوره المدرسيه من سنه سادسه ولا خامسه اساس. من الاساس؟ من الاساس، لكن زمانك ما كان في حاجه اسمها جيتار. فيعني كده كانت بس شاركت في الدوره المدرسيه زي مرتين وبدت المزيكا معي من هنا.
كان الدورة المدرسية. بعد ذلك في الجامعة يعني قد بعد لعبت جيتار من زي أبوت 4 سنة كده ولا 5 سنة ومشيت فيه وتعلمته وديك يعني جزء من الزي كنت بغنيها يعني زي ما قلت بدأت في الجامعة بالضبط كده. طيب حلو انك انت تقدم اعمال غنائيه لفنانين ثانيين لكن برضو حلو ان الزول يكون عنده حاجات. ايوه عندي حاجات برضو اعمال خاصه. طيب شنو الاعمال الخاصه الجديده؟ يعني زي كم اغنيه عندي حاجه اسمها انت ما حبيت ناسلو، عندي زي كم اغنيه اسمها الحنين، حاجات غنيتها ولحنتها وفي حاجات منها كتبوا لي كم زول. فلكن يعني في اغاني واحد بحسها زي سالين عليك ده انا حبيته جدا طه زازو غنيته كثير. يعني اذا باعتبار قلت لنا في اي حته انا ببدي باي شيء. نعم. في حفله في ستيج في اي شيء في اي جامعه دي الاغنية بتكون فيرست بالنسبه لي في اي شيء فانا بحبها جدا يعني. لا هي اغنيه لكن برضو عندي حاجات خاصه كثيره. نعم يعني حلو انه زول بعد ما يبدا يغني الاغاني بتاعت فنانين سبقوه في المجال يبتدي انه هو يقدم حاجات خاصه به. شنو برضو يعني في اللونيات تحت الجيتار دي بتختلف، في ناس يعني بيكون غنى سوداني بحت ومرات في عزف بيكون شويه خلينا اقول لك شنو فيه سلم سباعي هاي يعني او عربي شويه. فانت اكثر حاجه بتفضلها شنو؟ والله انا بحب الغنى حقنا وبستمتع بالحقيقة جدا يعني لكن يعني معظم اغاني برضو كلها اغاني حقتي زي حاجه كلاسيك وبارده اغاني ما 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 فيها شيء جاري كده. لا بحب الكلاسيك ميوزك ومين السلم يعني الأغاني السودانية البحتة زي ما قلت البحتة. طيب حسي عايزين نقدم طيب أغنية سودانية بحتة. أوكي تمام نسمع شنو؟ يا ريت يا ريت. سألوني عن حبي أنكرت ما رديت، شافوني متخبي في عيون تقول يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا يا لو كان حبيبي أباح وعلى هواه صراح كان الفؤاد ارتاح وأنا كنت ليه ومشيت يا ريت يا ريت يا ريت يا يا كلام في الريح زي النجوم والماس تعبت 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 ألقى حروف ما سمعوا بيها الناس سبت الكلام ومشيت تاني أقول يا ريت يا ريت يا ريت يا يا ريت سألوني عن حبي أنكرت ما رديت شافوني متخبي في عيون تقول يا ريت يا ريتني اكتب لك واقول يا
عمري انت الحبيب للروح، لكني خايف ابوح يزعل ومني يروح. عشان كده استكفيت كفاية اني هويت لما الحنين فاض بيك. يا ريت يا ريت يا ريت يا يا ريت. سألوني عن حبي أنكرت ما رديت، شافوني متخبي في عيون تقول يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا يا ريت. شكرا محمد. و منال السوداني حلو. أيوة هي حال من الأحوال. الله أكيد أنتوا لسه حتكونوا مشرفيننا لغاية نهاية الحلقة إن شاء الله، وحنسمع منكم نموذج آخر. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. ربنا إن شاء الله ربنا تقدر تصل للحاجة اللي أنت عايز تصل. الله إن شاء الله. عندك حاجة رسالة حابة توصلها للناس؟ والله يعني أنا بشكر أي زول دعمني في المزيكا. أنا بالنسبة المزيكا بالنسبة لي ما يعني ما حاجة أقدر أمشي فيها، بس كموهبة أنا متأكد إنه عندي حتة حصل فيها وحوقفها يعني. لكن في ناس كثيرة دعمتني، منهم ناس جامعة الرباط، رابطة كوارث، ومنهم صديقي كتكوت الله يديه العافية دائما. هم الناس طلعوني يعني في عندهم أي حاجة فيقوم بيجيبوني منها كده. داني الإسبكت إنه أنا أغني في أي ستيج وأطلع. وأخوي بكرة ده برضه يعني من الناس اللي كتبوا لي أغاني سمحة شديد ولحنوا معي مزيكا، ويعني ما قصروا معي. كل الناس إن شاء يعني دعموني في الحاجة دي، وإن شاء الله ربنا يعني أقدر أعمل حاجة أحلى وأحلى إن شاء الله. أكيد بنشكرك بكري وبنشكرك محمد. الله يهديك العافية. أنتوا لسه قاعدين معنا ومشرفيننا إن شاء الله. حتى نهاية الحلقة وحنسمع منكم نموذج آخر، وتحية لكل الناس اللي أنت ذكرتهم. مشاهدينا إحنا أكيد لسه متواصل معاكم من خلال فقرات صباحات سودانية، لكن بعد الفاصل. انت دخلت حياتي انت الحبيب ما عادي، انت دخلت حياتي انت الحبيب ما عادي، انت اللي انا لك فادي انت حياتي مماتي. انت 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 وانا ليك. يلا 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 ليا انت يا نور عيني، انت اخترتك ليا انت يا نور عيني، انت حبيبي وليا انت من رب هدية. انت 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 وانا ليك. يلا 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 بدايتك لام انت نهايتك نور، انت البدايتك لام انت نهايتك نور، انت
حبيبي قلبي انت اللي بيك مجنون انت 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 وانا لك يلا 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 انت دخلت حياتي انت الحبيب ما عادي انت اللي انا لك فادي انت حياتي مماتي ما